السلام عليكم اخوان، كديرين؟ لبس عليكم بخير، امور مزيانه. اليوم راه جينا ندير لهم واحد شويه ديال زريعه العود، نولفوا دوك الوليدات اللي فرخنا، نولفهم شويه الطبيعي. ها هي اللي كنجمع فيها، هي زريعه العود. هاي الشيء كديره، هي راه ما فيهاش الشوك، هي راه الشوك فيها غير العود، وفيها واحد الزريعه كتكون فيها لداخل هنايا. هاد زريعة كحلة دير بحال النيجر، هادي هي زريعة العود. وجينا لهاد البليصة هادي، تبارك الله. هذا هو الخوت، نعاونوهم تبارك، نعاونوهم شوية الطبيعة. إلا كتعرفو البلادة كتبغي كطيح المناعة عند الفراخ، ضروري خصك تعاونو شوية. إيوا الطبيعي دابا هاد النوبة راه غنديو زريعة العود شوية، عاوتاني غنديو هاد الزرنيج هذا. ها هو الزرنيج الرومي، وكاينه قرنينه حتى هي راه كنديوها. انا غنمشي للدار وغنوريكم الطريقه كيفاش كنعطيها لهم. وانا حنا جينا زريعة العود، هذه هي الطريقه ديالو. كنفزقو دابا من كنعمرو هاد الباني بالماء حتى كيفزق مزيان، وكنخليوه الصباح كنعطيوه لهم. هذه هي الطريقه تاعو باش يولي رطب، باش ياكلو، حيت الا مبقيناش مكيتغداوش عليه. هادي هي الطريقة ديالو، ندير واحد البانيه حتى يعمر، حتى يعمر مزيان، ولا الصباح تلقاو رطب كنهزو وكنعطيوه ليه. حنا كل مرة غنوريكم شوية تنوصلو كيفاش نقدموه. حنا غدا إن شاء الله في الصباح غادي نوض، غادي نلقى ولا الرطب، وغادي نعطيه لهم وتشوفوا الطريقه كيفاش كيمشيو ليه، يتردوا عليه، تيحماقوا عليه. تبارك الله، زوين، عنده مناعه بزاف د المناعه. تجي رطب شويه بشويه. اول مره غادي ياكلوه في 2023. اللهم بارك، هاهم ولاو عارفين ولاو كيمشيو ليه. هاكداك، ها الوليدات تا هما كيمشيو، بنات العام تا هما ولاو كيمشيو، اللهم بارك. ها بشوية بشوية يوليو يولفوه، تيحماقو عليه الخوت هاد، راه تيتسطاو عليه. وانتو تلهاجين تاهي غادا ليه، اللهم بارك. هاهي مشات ليه الشتيوا، فطور هذا فطور مقمح هذا، تهدرا فطور هاد الزيت بلدية والفرماج وتبدا بلدية، كلشي كاين هنايا. تيرا كيتسطاو عليا اخاي، شوف شوف مرطب الزرود. يلا الخوت، بلا ما نطول عليكم، هانتوما شتو الطريقة كيفاش كيتخدم. هادي هي الطريقة ديالو، هاي عطيوها الخوت، راه متخافوش منو، راه مزيان، راه طبيعي 100%. زريعة العود طبيعية 100%، عطيوها عطيوها عطيوها، وما تبقاوش على الطيور ديالكم بيها. إلا بغيتو تنتجو هادشي هذا، راه تيساعد في الانتاج، يعني البذله كدوز مزيانه، والا دازت البذله مزيانه الانتاج تيكون مزيان. راه حاجه كتقاد حاجه،
كانت البداله مزيانه، الانتاج كان مزيان، الطيور ما بدلات مزيان ما غدويش مزيان وما غتنتجش. هذه الخلاصه ديال كلشي. يلا تهلاو فراسكم.